السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في هذا الموعد الجديد من لقاء في لندن. جماعة العدل والإحسان هي من أكبر الجماعات الإسلامية في المغرب، أسسها الشيخ عبد السلام ياسين وهو مرشدها العام. اتخذت منذ نشأتها أسماء متعددة، من أسرة الجماعة إلى جمعية الجماعة، فالجماعة الخيرية، لتعرف ابتداء من سنة 87 باسم العدل والإحسان. نلتقي اليوم السيد عبد الواحد المتوكل الأمين العام للدائرة السياسية للجماعة لنتحدث معه حول هذه الجماعة، أفكارها، سياساتها، علاقاتها والوضع السياسي في المغرب الأقصى. أستاذنا، يعني نرحب بك في قناة الحوار في أول حوار تجريه معنا. شكرا جزيلا لك. يعني لو بدأت معك بالانتقادات التي توجه لجماعتكم بأنها جماعة كثيرا ما تتبنى اطروحات خرافية موغلة في الصوفية، تعلق أبنائها وأتباعها بأحلام ربما من قبيل أنه يعني الخليفة سيخرج على الناس في السنة الفلانية أو السنة العلانية، يعني ما هي جماعة العدل والإحسان تحديدا؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشكر قناة الحوار على هذا اللقاء. شكرا لك. الانتقادات التي توجه للجماعة العدل والإحسان هي كثيرة ومتنوعة، ولعل أغرب ما فيها أنها متناقضة ولا يجمع بينها جامع، ولعل هذا يشير إلى تهافت هذه الانتقادات. عفوا. فإذا كون أن بعض الناس يدعون بأن الجماعة يعني تتمسك بمجموعة من الخرافات أو غيره، فأعتقد في هذا فيه نوع من الاستخفاف في عقول الناس، لأن الجماعة فيها آلاف من الناس، وفيها من النخبة من المثقفين ومن المهندسين ومن الأطباء. هل يعقل وهل يصح أن يكون كل هؤلاء الناس يعني هم يعني مغفرون بهذه الدرجة بحيث يتبعون الخرافات؟ هذا لا يصح. وإنما هذه كيف التمييز بين جماعتكم والجماعات الصوفية المعروفة؟ لا، جماعة العدل والإحسان هي واضحة. هي واضحة، جماعة العدل والإحسان. يعني تجمع بين الأمرين، بين العمل من أجل المساهمة لتأسيس نظام سياسي عادي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك الجانب التربوي الإحساني الذي نعتقد هو جوهر الإسلام، كون الإنسان أنه ينبغي أن يتقرب إلى ربه وأن يكون العمل خالص لوجه الله عز وجل. فهذا الجانب نعتبر أنه أساسي جدا، ونعتبر أنه لا يمكن أن نفصل بين الأمرين، وإلا سنكون حركة سياسية طافية كغيرها من الحركات السياسية الأخرى. أستاذ عبد الواحد المتوكل، أنت أيضا عضو مجلس الإرشاد. يعني في السنتين الأخيرتين يعني تحدث الكثيرون من أتباعكم وحتى من الحركات الإسلامية الأخرى عنه مؤسسكم ومرشدكم الشيخ عبد السلام ياسين، أنه جاءه في المنام حلم بأنه هناك خليفة قادم، يعني وتعلق الآلاف بهذا. يعني هل يعقل أنه حركة سياسية إسلامية في هذا العصر يعني تؤمن بهكذا أشياء؟ يعني ألا يسيء هذا لمشروعكم وتجربتكم، ويسيء أيضا الحركات الإسلامية الأخرى؟ ينبغي أن نسأل ابتداء هذا صحيح؟ يعني قبل أن فهذه كلها دعايات لا أساس لها من الصحة إطلاقا، والشيخ عبد السلام ياسين نفسه لم يتحدث إطلاقا عن رؤية أو غيرها، فإنما هذه أشياء روجها الإعلام، وهناك إعلام بكل صراحة، لأنه هناك إعلام معادي ومناوي للجامعة، والجامعة لها منابر لكي تصحح أو تصحح هذه الأشياء. فإذا هم يخترقون هذه الأشياء وينسبونها إلى الجامعة، والجامعة لا تجد حتى الفرصة لكي توضح بأن هذه الأشياء لا أساس لها إطلاقا. كيف لا تتاح الفرصة؟ يعني ربما يعجبكم أنتم هكذا أشياء على علاقة بجماعتكم، يعني حتى تشهرها وتتركها على الصفحات الأولى من الجرائد. لا، أم أن المسألة يعني لا، هم الجرائد، هم بعض وسائل الإعلام هي نفسها هي التي يعني تعتمد هذا من أجل، كما قلت، من أجل تشويه صورة الجامعة، بحكم هذه الجامعة أنها موجودة وقوية وهي تتمدد وموجودة في الجامعة وليس ولديها شعبية كبيرة. فإذا هناك محاولات من أطراف كثيرة ومتعددة من أجل التشويه، ثم تروج هذه الأشياء، وليست هناك فرصة من أجل التصحيح للأسف الشديد. فإذا هذه كلها ترهات ودعايات لا أساس لها من الصحة. لماذا لا يعطون الفرصة تكون منبر وجريدة أو شيء من هذا القبيل لكي نتكلم ونوضح ونتكلم عن أنفسنا؟ وأنت تعلم أن مؤخرا كانت هناك محاولة لعقد ندوة صحفية من أجل فقط الحديث، فمنعت حتى هذه الندوة وبحضور الصحابة، وكان كله يشهد من أجل تعلم أن هناك سياسة معينة متبعة من أجل يعني
بت الدعايات وفي نفس الوقت تكميم الجامعة وسد كل فرص لكي لا تتحدث الجامعة ولكي يعني توضح مواقفها كما هي في الواقع. نعم. داخليا في حركتكم أيضا والتداول يعني على المناصب القيادية حوله ربما نقاط استفهام عديدة، وربما أولهم المرشد والمؤسس الشيخ عبد السلام ياسين، لا يزال يعني منذ تأسيس الحركة إلى الآن يتصدر الحركة، وربما هناك من يتحدث أيضا على أنه مشروع الحركة كله يرتكز على الشيخ ليس إلا، كيف تردون على هذه الأقاويل؟ أعتقد بأن أيضا هذه أيضا من المقولات التي لا تستقيم ولا تستند على أساس، فهؤلاء الناس الذين يعملون في الجامعة يعلمون جيدا بأن الشيخ عبد السلام هو عبد من عباد الله وهو موجود في هذه الدنيا كغيره من الناس، وأنه يوما ما سيلتحق بالرافق الأعلى كما سيكون كل الناس. يا سيدي نتمنى له طول العمر والسعادة والصحة والعافية، ولكن الآن ألا يوجد من هو أكفأ منه لقيادة هذه الحركة أم أن هي يعني ملكيات؟ يعني الحركات الإسلامية أيضا تتهم بأنها أصبحت ملكيات مثل هذه الأنظمة التي ينتقدها العرب كثيرا، الرئيس الفلاني له عشرات السنين في الحكم والشيخ عبد السلام ياسين له عشرات السنين في الحكم أيضا، ما الفرق؟ لا لا، يقول في القاعدة المشهورة لا قياس مع وجود الفارق. هذه حركة دعوية، عندما نتحدث عن حركة دعوية فلها شروطها ولها أصولها ولها قواعدها، وهي تختلف عن الحركة السياسية. عندما نمارس العمل السياسي أو في مجال الدولة أو في مجال الدولة فهذا له شروطه، أما في مجال الدعوة هذه لها قواعدها ولها أصولها، ولا يمكن أن نخلط بين الأمرين أو نسقط القواعد المعمول بها في مجال الدولة أو في مجال السياسي على 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 حركة معينة. لا يمكن أن في المجال التربوي أن الإنسان يختار. ما هي شروط الشخص الذي يتولى زمام حركة كحركة العدل والإحسان؟ الشروط في 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 الظرف الراهن الأستاذ عبد السلام كان هو المؤسس، وهذا رجل يعني هذه الشرعية الثورية ولا ماذا يعني أن يبقى هو على رأس الحركة طيلة هذه السنوات؟ لا، هناك عدة أسباب معينة. هذا رجل رباني عارف بالله عز وجل والذي أسس هذه الحركة. فيما يتعلق هذا في الجانب التربوي وهو الذي هندس الخط السياسي لهذه الحركة، ولكن في نفس الوقت هناك مؤسسات العمل الجامعة تشتغل، مؤسسات متعددة، هناك مجلس الشورى، هناك دائرة سياسية التي تأسست من أجل مباشرة العمل السياسي لتعلم أن هناك نحن لدينا نظرة، هناك نظرية متكاملة جدا، وللأسف الشديد ربما لا نجد الوقت لكي نتحدث عن هذا الضرر ما يسمى بالدعوة والدولة. فإذن هناك شروط معينة تتعلق بمجال الدعوة وهناك شروط معينة تتعلق بمجال الدولة، ولذلك نحن تأسيسا واستشرافا للعمل السياسي كان هناك تأسيس الدائرة السياسية من أجل هذا الهدف لكي تباشر العمل السياسي وبشروط هي مغايرة، لأن في العمل لأن في الدائرة السياسية هناك أيضا انتخابات وهناك ما يسمى مجلس قطري الدائرة السياسية يجتمع سنويا وفي برامج، يعني هناك تنظيم ضخم للجامعة. يعني أنتم تؤسسون الدائرة السياسية ولا تمارسون السياسة، هذا في حد ذاته تناقض أيضا. أعتقد بأن نحن في دائرة سياسية يعني لإدارة شؤون الحركة داخليا أم ماذا؟ نحن نعتقد بأن في قلب السياسة، لأن حتى بشهادة الكثيرين الآن العدل والإحسان هي المعارضة الوحيدة الآن في في في, في المغرب، لأن لا. فإذا نحن في قلب السياسة. قبل أن نصل إلى النظام المغربي، يعني نريد أن نعرف أيضا حول هذه يعني المناصب الرئيسية في الحركة على الأقل. هناك من يتحدث أنه يعني ابنة الشيخ عبد السلام ياسين تتحدث دائما على أنها ناطقة وكأنها الرسمية باسم الحركة بدون لا انتخاب ولا أحد انتخبها ولا أحد فوضها في ذلك، يعني هذا أيضا يعني يفتح ثغرات للغير أيضا أن يوجه لكم ويكيل لكم الانتقادات. يعني لماذا لا تسدون هذه الثغرات؟ لا. لماذا لا تجتمعون وتعطون مناصب يعني هذا المرشح الجديد ليتحدث رسميا باسم الحركة وفلان كذا؟ لا، هو في الواقع الحركة لها ناطقها الرسمي وهو الأستاذ فتح الله أرسلا وهو معروف ويجري حوارات متعددة مع قنوات ومع وسائل الإعلام وهو الناطق الرسمي. الأستاذة نادية ياسين فهي المسؤولة عن القطاع النسائي وهي تتحدث، وكثير ما تقول هذا بأن هي غير ناطقة رسمية باسم الجماعة. مسؤولة منذ متى باسم القطاع النسائي؟ منذ وفي أي انتخابات انتخبت؟ يعني أكيد هناك انتخابات داخلية
كان هناك انتخابات داخلية وتكون بصفة منتظمة ودورية. نحن للأسف أليس لأنها ابنة الشيخ عبد السلام ياسين هذا الذي لا له أبناء كثيرون آخرون لما لا يظهرون كالأسرة التي أظهرتها هي كفاءتها هي لها كفاءة معينة وإلا هناك لها أخوات ولا إخوة فلما أيضا لا يظهرون أيضا في الصورة أكثر منها أو متى آخر انتخابات انتخبت فيها متحدثة هي باسم الله في القطاع النسائي ربما نحن في نوع من لأنه هذه من التوجهات عندنا نحاول أن يكون لكم الاستقلال للأخوات لهم تنظيمهم ولو استقلالهم ويباشرون العمل بكل استقلالية ولا نحاول أن نتدخل في قضاياهم فهذا أيضا من الأمور التي بمعنى أنهم في هذا القطاع النسائي هم أدرى يعني بقضاياهن وبالتالي ينبغي أن يتحملنا المسؤولية الكاملة في تدبير القضايا في تدبير قضاياهن. يعني هل نتوقع أن السيدة نادية عبد السلام ياسين يعني تختفي على الأقل من الواجهة السياسية إذا ما انتخب غيرها لهذا المنصب مثلا؟ ممكن جدا يا أخي يعني لا نتصور ينبغي أن لا نختزي الحركة في أشخاص وإلا ستكون هذه مأساة حقيقية لأن كثير هذه الحركات هي التي تترك يعني تضع نفسها في هذه مواضع الشبهة عندما ترى الوجوه نفسها تتكرر لسنوات وسنوات تطرح السؤال لا أحيانا حتى وسائل الإعلام هم أيضا يركزون على بعض الوجوه دون أخرى مرارا يعني تتوجه الدعوات ولكن هم أيضا يعني يبحثون عن بعض الوجوه دون أخرى وإلا فهناك أخوات وأيضا في نفس المستوى في نفس المكانة ومع ذلك القليل من قليل ما يظهر على كل أستاذ عبد الواحد يعني هناك نظام يسمي نفسه بأنه نظام ديمقراطي في هذه الدولة أو تلك على الأقل أرقى ما وصلت له البشرية الآن في نظام الحكم كيف تنظرون إلى الديمقراطية كنظام حكم كنظام حكم نعتقد بأن الديمقراطية يعني ويعني فيها إيجابيات كبيرة جدا ونحن هذا ما نطالب به يعني مسألة التداول على السلطة التداول على الحكم التعددية كل هذه القضايا يعني الديمقراطية باعتبارها آليات فنحن ليس لدينا أدنى تحفظ تجاه هذه القضية إطلاقا فقط عندما بعض الناس يريدون أن يقحموا في الديمقراطية ما ليس منها وهنا قد يكون التحفظ حينما يعني الديمقراطية الإلحاد أو الديمقراطية أن نضع إسلامنا أن نضعه نتركه وراءنا ظهريا إذاك يمكن أن نتحدث أما الديمقراطية آليات فنعتقد تجربة إنسانية تعتبر بأنها تجربة يعني نتيجة صراع طويل جدا مع الاستبداد وهي أرقى مواصل البشرية ونحن ينبغي نستفيد منها يعني الديمقراطية كنظام حكم لا اعتراض لديكم عليها لا اعتراض لماذا لا تسعون إليها إذن نحن نطالب بهذا نطالب بحرية كيف التعبير. تطالبون وأنتم لا تشاركون حتى في الانتخابات يا أخي يعني أليس مفارقة هذا عجيبة لا عن أي انتخاب تتحدث هل هناك انتخابات المغرب الانتخابات المغرب بشهادة الجميع أنها كانت من تكون مزورة هل هذه انتخاب تسمى انتخابات؟ يا أخي إذا كنا سنشارك يعني ينبغي نعمل أن نحترم أنفسنا ونحترم الآخرين يعني تشارك في انتخابات مفروض أن انتخابات يعني تؤدي إلى نتيجة معينة إلى أحزاب إلى برامج إلى تطبيق برامج الانتخابات هذه غير هذه انتخابات الكل يعرف بأن النتيجة معروفة سلفا وهذا ليس سرا الكل يعرفه فإذا أي انتخابات هذه إذا كان مسؤول مغربي كبير وقد جاء هنا إلى أوروبا وصرح بأنه لن يعني يتمكن أي حزب مهما كان قوي أن يحصل على أكثر من 25% إذا أي انتخابات هذه إذا المعلومة هناك آليات اتخذت لضبط النتيجة وبالتالي سنحصل لن تكون هذه انتخابات يعني القادمة يعني هل أنتم أفضل من العدالة والتنمية ما هي حركة إسلامية أيضا لماذا تشارك وتفوز وأنتم تقاطعون إلى الآن يعني لا ما هو الأفق لا أولئك اجتهادهم أولئك رأوا أنه من الممكن أن يكون هناك نوع من التغيير من داخل المؤسسات نحن نعتقد بأن هذا المسار فهو خاطئ يعني في تقديرنا يا سيد مع التقدير لما تقوله السيد عبد الواحد يعني هناك على الأقل يجمع المراقبون على أن العملية الديمقراطية في المغرب تسير على الأقل إلى حد ما بشكل جيد إذا ما قيست ببعض الدول العربية الأخرى هناك يعني إسلاميون هناك حركات كانت
يعني يرفض أو يحجر عليها وممنوعة من العمل، الآن أصبحت بإمكانها المشاركة وأصبح لها أعضاء في البرلمان، يعني لماذا لا يذكر يعني للمحسن أحسن، يقال المحسن أحسنت والمسيء أسأت؟ يعني هناك جوانب مضيئة وهناك جوانب تحتاج إلى الإصلاح، لماذا ترون المشهد كله مشهد سيء؟ يا أخي الكريم، يعني ينبغي أن ننظر إلى الأشياء بواقعية، نحن لا ننظر الأمور بواقعية. نحن نتحدث عن مؤسسات، هل هذه المؤسسات لديها صلاحيات؟ ليست لها صلاحيات المؤسسة، هناك برلمان، هناك حكومة، الكل يعلم بأن هذه المؤسسات ليست لها أي صلاحيات. إذن تشارك من أجل ماذا؟ من أجل المشاركة؟ تعيد الناس، تصور معي أنك تعيد الناس وستقول بأنك ستحاول أن تحقق لهم بعض الأشياء وأنت تعلم يقينا بأنه لن تكون لك أي صلاحية إطلاقا. الكل يعلم بأن كل الصلاحيات هي بيد المؤسسة الملكية، وهذا بنص الدستور. فإذن يعني ما يعني هناك شيء، هناك يعني مسألة المصداقية هذا شيء خطير جدا تجاه الناس وأمام الله قبل كل شيء. يعني أن تشارك ينبغي أن يكون لديك أمل بأنك ستحقق شيئا، فإذا كنت ستشارك ولا أمل في يعني أستاذ عبد الواحد، أنتم أو لكل حركة في الحقيقة لكم خياران، يعني يا إما المشاركة والتغيير من الداخل وإما المعارضة يعني وتهمش في النهاية، أو تعارض بأشكال أخرى ربما عنفية كما يجري في بعض البلدان الأخرى. يعني لماذا تحصرون أنفسكم في زاوية يعني هكذا دون غيركم؟ لا، فيما يتعلق بالمشاركة نحن نعتقد بأن هذه المقاربة هي فاشلة، بدليل أن كل الأحزاب السياسية وخاصة كانت هناك أحزاب يسارية سابقة أيضا اتبعت نفس المنهج، فكانت نفس النتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة هي أن أصبحت مفصولة بالتمام عن الشعب، وفشلت في تحقيق أدنى ما كانت تتشوف إليه. فإذن هذا ينبغي أن نستفيد من الآخرين. فإذا كان هؤلاء قد اتبعوا هذه المقاربة وهذا المنهج وفشلوا، هل يطلب منا أن نتبع نفس المنهج لكي نجي نفس النتيجة؟ هذا لا يقول بعاقل، ينبغي أن نستفيد من الآخرين. ما هو الأفق؟ يعني ما إلى ماذا تنظرون؟ ماذا تخططون؟ كيف التغيير للأفضل إذا كان الوضع بهذا السوء في المغرب على الأقل وفق رؤيتك؟ كيف ما هو الحل؟ نحن لسنا عدميين، نحن اقترحنا عدة اقتراحات. الحل الآن، المغرب يعيش عدة اختناقات، اختناق سياسي، اختناق اجتماعي، المشاكل يعني بدون حدود. ونحن اقترحنا بأنه ينبغي أن نجلس جميعا سويا كل الأطراف وبدون إقصاء أي طرف لنتحدث، لأن نعتقد يعني نقول بكل صراحة نعتقد بأن المشكلة، مشكلة المغرب الأساسية كما هي مشكلة ربما باقي الدول العربية والإسلامية، هي مشكلة السلطة السياسية. فما لم يتم حل المشكلة السياسية فيستحيل القيام بأي شيء يذكر. يعني صدقني لقد كانت هناك عدة محاولات وحاول الكثيرون، فما لم يتم حل المشكلة السياسية السلطة مطلقة في بلدنا، ينبغي أن تتم حل هذه المعضلة أولا لكي نمضي معها. بمعنى حتى يفهمنا الذي يتبعنا الآن، المشكلة في السلطة، يعني كيف أوضح أكثر؟ يعني كل السلطات فهي بيد المؤسسة الملكية، فإذا ما يمكن ونحن في القرن 21 أن يتم تسيير دولة يعني بهذه العقلية وبهذا السوق، مستحيل. أستاذ عبد الواحد، أعرف أنك في التسعينات يعني زرت السجن ربما مرة، لا أدري، يعني أرجو أن لا تعود إليه. ولست متحمس أن أعود إليه. نعم، أرجو ذلك طبعا لك السلامة. ولكن يعني هناك اختلاف بينكم وبين التيارات الإسلامية الأخرى أيضا في النظرة كما أشرت إلى النظام السياسي الملك. يعني ما هي رؤيتكم للملك كشخص يقف على هرم السلطة في المغرب وكشخص يوصف بأمير المؤمنين في بعض الأدبيات المغربية؟ يا أخي نون، نحن لا نتحدث عن الأشخاص، وصل للدستور أيضا. أي نحن نتحدث عن واقع وعن صلاحيات. نحن نقول أن كل السلطات، كون كل سلطة تتركز بيد يد واحدة، هذا غير ممكن ولا يصح لا عقلا ولا منطقا ولا شرعا ولا بأي المعايير المتعارف عليها بين البشر. لا يمكن إطلاقا أن يتم إقلاع أو يتم حل المشاكل أو إيقاف حل التردي الذي يعيش فيه المغرب. لذلك ينبغي لهذا الواقع أن يتغير. فلذلك احنا هذه هي رؤيتنا، ينبغي لهذا الواقع أن يتغير، وإلا إن لم تتغير هذه الصورة فإنه من الصعب جدا. يا أخي اسمح لي، يعني الواقع هذه كلمة
يعني عامة وواسعة كثيرة. نعم. أي ما هي يعني ماذا تعني بالواقع؟ هل هو الملك؟ هل هو النظام الملكي؟ هل هو طريقة الانتخاب؟ ماذا يعني الواقع؟ أم لا يعجبك شيء في المغرب؟ يعني لا أدري أنا ماذا تقصد بالواقع. النظام السياسي في المغرب يقوم على تركيز السلطة في يد معينة، فينبغي أن يتغير هذا الواقع، وهذا بنص الدستور. يعني في المغرب لديكم نظام نيابي، لديكم نواب، ولديكم انتخابات مثل ربما أفضل حتى من الدول المجاورة لكم. يعني ماذا نتكلم عن حقائق، نتكلم عن الأشباح. إذا كنا سنتكلم عن حقائق فهذه بنص الدستور، وهذه بأشياء تكتب الجرائد يوميا. يعرف الجميع بأن المؤسسة ليست لها صلاحيات، وحتى عندما يريد أحيانا الملكي، عندما يعني الملك يريد أن يقوم بعض الأشياء يؤسس لجان تقوم بهذه الأشياء. يعني بصريح العبارة سيد عبد الواحد، نعم، يعني النواب الذين الآن في المغرب هم لا يقومون بما يطلبه منهم الناخب؟ هذا يعرفه الشعب المغربي، بدليل أن الكل الأغلبية الصاحقة من الشعب المغربي هي عازفة ولا تعطي أي اعتبار، لا تلتفت للانتخابات ولا غيرها، لأنها تعتبر بأن هذه كلها أشياء مسرح. وقد صدق الملك الراحل الحسن الثاني لما قال مرة على البرلمان، قال بأنه وصف أنه سيرك بالفعل، لأنه في هذا. يا أخي انظر إلى البرلمان المغربي، فيك أن تنظر وتتأكد من هذا، وسوف عدد الحضور يعني بضعة أفراد. ما يعني ماذا يعني هذا؟ هذا استخفاف بقضايا الأمة، أن برلمان يعني فارغ، وحتى الذين يحضرون يعني تلتقطهم عدسات الكاميرا وهم يغطون في سبات عميق، يعني لا يتابعون حتى ما يقع. يعني أي برلمان هذا؟ نحن نريد يعني مؤسسة حقيقية ولا صلاحيات. ينبغي إعادة النظر في هذه المؤسسة لكي تتحدد الصلاحيات والمسؤوليات. لا يمكن أن تكون هناك مسؤولية بدون 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 محاسبة، هذا لا يصح. إذن هذه يعني في غموض كبير جدا في هذا النظام، ولا يمكن أن تستقيم الأمور بهذا الشكل. سيد عبد الواحد، أعود بك إلى نص من نصوص الدستور المغربي، الملك هو أمير المؤمنين. يعني هل يعني معروف أنه لا تتفقون كثيرا مع هذه المادة من مواد الدستور، هل مشكلتكم مع الملك كشخص أم من مع النظام أم مع طبيعة النظام في حد ذاته؟ لا، نحن ليست مشكلة مع شخص، نعم، بدليل أنه حتى لما توفي الملك الحسن الثاني الراحل، نعم، رحمه الله، يعني كان يقول الآن ربما مرحلة جديدة، وكنا إذا قلنا والتجربة أكدت هذا، قلنا يعني توفي شخص ليست هذه المشكلة، النظام لا زال مستمر. هذا النظام الذي تحمله كل عورات المغرب. يعني هل اتصل بكم؟ هل حاوركم في ما هي اعتراضكم؟ أنا شخصيا لم أفهم على أي تعترض. يعني النظام كله لا يعجبكم، هناك نظام يعني يجري عملية انتخابية ديمقراطية كلها مكياج كلها مسرح، هذا ما أفهمه من كلامك. تعرف يعني هل جرات حوار بينك؟ أنا من الأسماء المعروفة عندنا في المغرب نقول نظام مخزن، فنحن هذا النظام هو عتيق وتقليدي، وهذه مسألة الحوار، هذه لا يؤمن بالحوار ولا يعرف شيء اسمه الحوار. هو عندما يحاورك هو يريد منك أن تخضع وتقبل بالشروط، ليس من أجل الحوار، إما من أجل الاستقطاب أو من أجل الإخضاع أو من أجل الإلحاق. ليس هناك شيء اسمه الحوار في قاموس مخزن، هذا شيء غير موجود. يعني هذا العملية التي يشاد بها على الأقل بعض الدول تشيد بمستوى الديمقراطية أو مستوى الذي وصلت إليه المغرب من الديمقراطية، كله كلام فارغ يعني؟ لا، عندما أنا أقرأ وبحكم ربما تخصصي وأقرأ لكثير ما يكتبه بكثير من الباحثين يقولون العكس تماما، الكل يقول بأن الوضع متأزم في المغرب، وما لم يقع تحول فإذن ليس هناك أمل في أن يخرج البلد من المآزق التي يتردى فيها منذ أمد بعيد. يعني سؤالي التالي، إذن كيف ترى أدوات وآليات التغيير الأفضل؟ ولكن اسمح لي ربما نتحدث في هذا بعد الفاصل، اسمح لي. إذن مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إلى الجزء الثاني من اللقاء في لندن، نرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد، لقاء في لندن، وضيفنا هو الأستاذ عبد الواحد المتوكل الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان. أستاذ عبد الواحد، النظام الملكي المغربي لا يقبل الحوار، يريد فقط ديمقراطية على هواه،
يسيرها مثل مسرح العرائس كما يقال. لا تشاركون في الانتخابات السياسية ولا تؤمنون بها لأن النظام يفرغها من محتواها ومن معناها. إذن ما هو الحل؟ كيف السبيل للتغيير إلى الأفضل؟ بأي طريق؟ بأي الطرق؟ يعني لو قارنا مثلا النظام الملكي المغربي، ما هو الفرق بينه وبين النظام الملكي في بريطانيا؟ هنا ملكية دستورية وهناك أيضا يقال بأنها ملكية شبه دستورية. لا، الفرق بينهم كالفرق بين السماء والأرض. لا، كيف أوضح لنا؟ لا، هنا الملكية في بريطانيا كما تعرف بأن الملكية هي تسود ولا تحكم، ودورها هو رمزي ليس إلا. أما في المغرب فهناك مصطلح الآن يتداول كثير يسمون الملكية التنفيذية، بأن الملك هو تتركز كل السلطات أنه بيده. فإذا هناك الفرق واضح جدا. فإذا هذا لا يمكن أن. أما فيما يتعلق في القضية العملية، نحن لدينا رؤية. نحن نعتقد بأن الوضع في المغرب فهو متأزم غاية التأزم، وبأنه ليس بوسع أي طرف أن يخرج البلد من هذه المأساة التي يعيشها. لذلك نحن نقترح مقاربة جديدة قبل أن نصل. هي الانتخابات هي مرحلة متقدمة، ينبغي أن نضبط الأمور الأصول قبل أن ننتقل إلى الآليات. فإذا ينبغي أن نجلس أول في البداية أي نظام نريد، الصلاحية، تحديد الصلاحية، تحديد المسؤوليات، ينبغي أن وضوح. فإذا نحن لا نمتلك هذا الوضوح الآن في النظام المغربي، فينبغي إذن أن نجلس سويا ونتحدث إلى كل الفرقاء السياسيين دون إحصائية. نحن نعبر عن هذا بما يسمى بالميثاق، نقول نقترح ميثاق من أجل أن نسجل جميعا لتحديد الأصول والخطوط الكبرى للنظام الذي يمكن أن يرتضي كل المغاربة، ويمكن أن يحظى بالقبول وبرضا المغاربة وأيضا باحترام المجتمع الدولي. هذه هي رؤيتنا. لا نريد أن نفرض رأيا على أحد، نريد أن نساهم كطرف في النقاش، نتناقش أمام الملأ وما اتفق عليه الناس وما رضيه المغاربة نحن معه. قد تكون لنا رؤية أخرى، سندافع عن رؤيتنا وعن آرائنا كغيرنا. هذا نحن نقترح، هذا الذي نقترحه. نريد الحرية، نريد أن نتكلم كما يتكلم الآخرون، وليتحمل، ينبغي للشعب المغربي أن يتحمل مسؤوليته. الشعب المغربي كما هو الشعب على كل حال في كثير من البلاد العربية فهو مهمش، فهو لا يقر ولا يمكن إطلاقا، ونحن تحيط من التحديات كثيرة في مجال التنمية وفي غيره. لا يمكن إطلاقا أن تكون هناك إقلاع تنموي إذا كان الشعب مهمشا، لا دور له، لا يسانده، هو يعني عازف، هو يعني ليس له ثقة يعني في العمل السياسي. فكيف يمكن أن نتصور بأن يمكن هناك إقلاع تنموي أو نواجه العقبات الكثيرة والتحديات الكثيرة التي تواجهنا في البلد؟ أستاذ عبد الواحد، يعني الكلام الذي يعني ذكرته الآن هو كلام ربما قد لا يختلف معك مغربي حوله. نعم. كلام طموح وديمقراطي، يعني يعتمد على مبدأ الحوار. نعم. ولكن سيدي، عندما تقول نتحاور حول أي نظام نريد، ألا يفهم من هذا من الطرف الآخر من النظام بأنه حتى النظام في حد ذاته هو قابل للحوار، إن كنا نريد نظام ملكي أم نظام جمهوري أم غيره؟ هل بها هكذا تفهم الصورة أو ما أردت أن تقوله أيضا؟ أن كل شيء قابل للحوار والنقاش بما فيها طبيعة النظام، بين النظام الملكي أو النظام جمهوري أو غيره، كل شيء قابل للنقاش. ينبغي يعني أنت يعني الآن تسد الأفاق في الحوار مع الآخر. لا يعني كيف شخص يريد، كيف تطلب من الملك أو ممثل للملك أن يتحاور معك حول إقصائه من عدمه؟ يا أخي العزيز، إذا كان الله عز وجل وهو خالق البشر وهو خلق الناس وهو رازقهم ويسمح للبشر أن ينكرون وجوده، يعني كيف يتصور أنه في نظام البشر يمكن للإنسان أن لا يتصور هناك، نتصور هناك أحمق يعني يقول أنا لا أريدك، ألا يتصور هذا في عالم البشر؟ فكيف يصح إذا كان الله عز وجل يقبل هذا ولا يقبله البشر؟ فهؤلاء هل هم آلهة أم ماذا؟ يعني لا شيء مقدس يفترض أن يكون هكذا. لا شيء مقدس، بما أن هذا المقدس هو القرآن، هو أما ما دون ذلك فكل شيء ينبغي أن يقبل النقاش. وهناك أمة وهناك شعب وهناك ناس، فالمغرب ليس فيه العدل والإحسان وحدها، فهناك آراء أخرى قد لا توقف يكون الرأي. فلنفتح المجال ليتحدث الناس ويعبروا بحرية، وما رضيه الناس نحن لا
نحن لا يمكن إلا أن نحترم القرار الذي رضيه الناس مهما كانت مهما كنا مختلفين معه لابد أن نحترمه. يعني أي الحركات السياسية سواء كان إسلامية أو غيرها ترون بأنها ربما لها نقاط مشتركة فيما تطرحونه أو ما تدعون إليها على الأقل؟ ممكن هو الخلاف ربما في الأسلوب. يعني بعض الناس ربما يختلفون ربما يفكرون بهذا الشكل، ولكنهم ربما من ناحية الأسلوب يقولون ربما ينبغي أن نبدأ من الداخل ونسير بتدرج إلى آخره. هو الصورة في المطلق قد تبدو مقبولة، ولكن عمليا الذي يقع عمليا هو شيء آخر. عندما تمارس أنت لا تمارس في الفضاء، أنت تشتغل مع نظام هو لا يتركك يعني لوحدك، وإنما تتورط في أشياء كثيرة، تصرح، تقف مواقف متعددة قد تؤثر سلبا عن موقفك وعن سمعتك تجاه الناس، وهذا الذي وقع للأسف الشديد يعني في بلدنا حتى أصبحت الآن. تصور معي أنهم فتحوا المجال للتسجيل الآن في الانتخابات، وكانت مهزلة، يعني الناس يعني لم يقبلوا على التسجيل إطلاقا لأنهم لا يكترثون بالعملية ويعرفون جيدا بأنه لا يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. فإذا هذا وضع، لما ينبغي أن نطرح السؤال يا ترى لما الأغلبية السواد الأعظم من الشعب المغربي هو لا يكترث بالعملية السياسية؟ في أسباب. يعني أنتم أيضا توجه إليكم يعني تهمة أو تلاحقكم من بعض الأطراف بأنكم إقصائيون، لا ترون الحقيقة والصواب إلا معكم وغيركم على خطأ. يعني ما حقيقة هذا؟ يعني عندما تتحدث بأنه يعني هذا النظام أفلس وهذه العملية الديمقراطية كلها ضحك على ذقون المغاربة، يعني هل هذه التيارات السياسية التي تشارك فيها مجموعة من اسمح لي فيها المفردة من المغفلين يشاركون هكذا يعني في الزفة، أما أن لهم رؤيتهم على الأقل ولهم اجتهادهم؟ إذا كنا في الديمقراطية نتحدث ونقول بأن الشعب حكم والشعب ليقدر، أعتقد بأن الشعب هو يقول كلمته، والموقف عموم المغاربة أو أغلب المغاربة واضح من هذه العملية، وواضح من النتيجة. ينبغي الأعمال بنتائجها، ينبغي أن ننظر إلى النتائج، يا ترى ما الذي تحقق وما الذي تحققت هذه الأحزاب حتى أصبحنا نسمع الآن بجمعيات متعددة تحث الشباب وتحث الناس للالتحاق بالأحزاب. يعني هذه صورة كارثة تبين بأن العملية في جملتها قد أفلست، وبالتالي الأمر يحتاج إلى مقاربة أخرى من أجل معالجة الوضع. يعني سيدي هناك ظاهرة أيضا ما تسمى بظاهرة السلفية الجهادية انتشرت في المغرب وربما في منطقة المغرب العربي بشكل كامل، يعني كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة وهل تعيدونها ربما إلى انسداد الأفق السياسي أم أنها يعني من طبيعة المرحلة يعني انتشرت في أكثر من مكان ليس في المغرب وحده؟ لا، هناك عوامل متعددة، لأن عندما نتحدث عن هذه الظواهر هناك عوامل متعددة، هناك عوامل فكرية، هناك عوامل من حيث الفهم، هناك عوامل اجتماعية، كل هذه العوامل مش أنها أنها تسهم في ظهور بعض التيارات. ولا أخفيك بأن هناك بعض التيارات، وهذه بشهادة خبراء وشهادة مراقبين محايدين، هناك تيارات معينة اللي تم دعمها وتم تقويتها من أجل مواجهة العدل والإحسان، وهذا ليس سرا. فإذا انظر أحيانا كيف نرى العمل السياسي في بلدنا كيف يتلاعب ببعض التيارات من أجل مواجهة لا لشيء إلا لأنك تيار معين له من المصداقية وربما له من الشعبية، فبالتالي من أجل مواجهته تتخذ كل إجراءات للأسف الشديد من أجل مواجهة. فهناك تم دعم بعض التيارات من أجل مواجهة العدل والإحسان. يعني أنتم أيضا تتعاملون بحذر أيضا حتى مع التيارات التي تسمي نفسها إسلامية على الأقل، لأنه في قضايا لا يمكن العدل والإحسان. أعطيني بعض الأمثلة. لا، العدل والإحسان لها تصورها ولها رؤيتها. هناك إذا كانت هناك تيارات معينة تعتمد العنف نحن نرفضه، ولا نقول هذا من أجل الظرفية الحالية، هذه منذ التأسيس مبدأ من المبادئ المؤسسة، وهو موجود في مكتوباتنا أن الجماعة ضد العنف، أن الجماعة ضد الارتباط بأي جهة أجنبية، أن الجماعة ضد العمل السري، أننا نريد أن نعمل في الوضوح. فإذن هذه مبادئ مؤسسة لرؤيتنا، وبينما هناك ربما تيارات أخرى لها رؤية مغايرة. فبالتالي مسألة العنف هذه مسألة يعني مفروغ منها بالنسبة إلينا، لا يمكن أن
نجني أي شيء من مسألة العنف، ولذلك نرفضه. وبعض الناس يسألون يقول أنتم يعني تيار غير عنيف، وكيف يعني تتصورون التغيير؟ ونحن نعتقد بأنه بالإمكان أن يكون التغيير وبطرق سلمية. كيف تنظر ربما يعني كبرى أهدافكم الوصول إلى ماذا؟ إلى نظام إسلامي في المغرب؟ إلى دولة ديمقراطية تحكم من قبل الجميع ويشارك فيها الجميع بشكل يعني تداول سلمي على السلطة بين التيارات؟ ماذا تحلمون أن تصلوا إليه؟ نحلم إلى تأسيس لنظام سياسي عادل، نظام سياسي يشارك في الشعب المغربي يعني في تأسيسه، وكل أطراف تؤسس، ويكون هناك تداول على السلطة إذا كانت هناك أغلبية تحكم والأقلية أن الحق في المعارضة، انتخابات حرة ونزيهة. فكل هذه الآليات كما قلت ربما في البداية، هذه آليات، هذه تجربة وهي بشرية وهي ملك للبشرية كلها. نحن ينبغي أن نستفيد، لأنه ليس هناك وسيلة أخرى. ليس في الإمكان اليوم وفي هذا الزمان وفي هذا القرن أن تفرض شيء على الناس، يستحيل. لا يمكن أن تقود أمة كرهاً، وإلا ما تصنع بها. هذا النظام الذي تحدث عليه نموذجي للمغرب تحت أي مسمى؟ جمهوري؟ إسلامي؟ ملكي؟ أنا لا أريد أن أزج بنفسي في مسميات، لأن المسميات عندما تقول جمهوري يقول لك انظر إلى الجمهوريات في العالم العربي، إذا قلت ملكي يقول انظر. فإذا لا أريد أن أدخل في المسميات. أنا أعتني والذي يعنيني بالدرجة الأولى المضمون. أعطيني مضمونا، أعطيني نظاما يكون فيه الشعب حرا، يسترجع فيه كرامته، يمكن أن يقول لا بملئه فيه، سميه ماشي إداك. الاسم يأتي في مرحلة تالية، هذا ليست من الأمور. نعم، أعود إلى قضية السلفية الجهادية. دول المنطقة عادة تتعامل مع هذه التنظيمات المسلحة وغيرها بما فيها السلفية الجهادية بحل تقريبا يكاد يكون وحيد، القبضة الحديدية. أنتم في جماعة العدل والإحسان كحركة إسلامية، هل تؤيدون هذا الحل أم لكم أطروحات أخرى للتعاطي مع هذه الجماعات؟ نحن نعتقد بأن التعامل أو المقاربة الأمنية لا يمكن أن تفيد إطلاقا، لا يمكن إلا أن تؤجج الصراعات. الحل هو فتح المجال للناس ليتحدثوا. إذا فتحنا المجال للناس، الناس لهم عقولهم يا أخي، الناس لهم عقولهم ولهم تقديرهم، وعندما تكون لك حجج معينة فيمكن أن لا يمكن إلا أن يؤيدوك. فلذلك ينبغي مسألة الحرية مسألة أساسية. إذا لم تنفتح مجال الحرية للجميع لكي يتكلم كل الناس، أما المقاربة الأمنية فهي فاشلة ولا يمكن إلا توجد الصراع. عندما يقولوا في المثل الإنجليزي forbidden fruit is sweeter، يعني عندما الأشياء اللي هي محظورة أن الناس يقبلون عليها. افتح الحرية هي الأساس، يفتح المجال للناس ليك تحدثوا وإداك. فإن الدعوات التي لا يمكن التي ليست لها سوف تتلاشى تلقائيا. يعني أنا سألت وزير الخارجية اليمني في فترة ما عن حول هذا الموضوع تحديدا، فقال أن اليمن أسس لمبدأ جديد في التعاطي مع المعارضة في الداخل المسلح أو غيرها، الحوار مع الجميع بما فيها أقصى المتطرفين حتى مع القاعدة. هل أنتم في العدل والإحسان تؤيدون هذا المبدأ في المغرب، الحوار مع الجميع، لأن الحل الأمني أثبت فشله أو على الأقل لم يؤتي ثماره؟ نعم، الحوار هو الأساس، ونعتقد بأن الحرية هي المخرج. نفتح المجال للجميع لكي يتحدث، وإداك يكون هناك قانون، وإداك بطبيعة الحال الكل ينبغي أن يلتزم القانون، ولكن لا بد من فتح الحوار. أما المقاربة الأمنية فلا أعتقد بأنه يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. وبالدليل اسمح لي ربما وبالدليل أنك أعضاء اللي كانوا تم اعتقالهم ولما خرجوا عاودوا وتورطوا في عملية نفس العمليات، بمعنى أن هذا أسلوبه فاشل. أصل معك إلى موضوع يقلق المغرب، يقلق المغاربة، يقلق المنطقة، ربما يؤثر حتى على اتحاد المغرب العربي، الصحراء المغربية أو الغربية، تختلف حولها المسميات. كيف تنظر جماعتكم إلى الحلول المطروحة من طرفي الصراع، وهل لكم أنتم حل لم يستمع إليه بعد تريدون طرحه مثلا في هذه المسألة؟ هذا الملف قضية الصحراء، هذا الملف كان هو دائما ملف يستأثر به النظام، يستأثر به بالكامل ويحتكر بالكامل، ولا أحد له الحق في أن يتحدث فيه.
ونحن أيضا كنا من الأطراف التي المقصية من هذا المجال، ولذلك موقفنا هو حينما نسأل في هذا الموضوع فنحن موقفنا هو الثابت. فهذا الملف الذي صنعه هو النظام، وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة فيه، فليتحمل مسؤوليته. كيف صنعه النظام؟ فكونه أن أقصى لم يستشير أي أحد فيك منذ البدء إلى النهاية، لم تتم استشارة أي أطراف، فانفرد بالموضوع، هذا جانب. وهناك جانب آخر، هناك أخطاء كثيرة سياسية من البداية إلى النهاية ارتكبها النظام أيضا، وهي التي أججت وصنعت هذا الملف في تعامل. اسمح لي استاذ عبد الواحد المتوكل، نعم، يعني أنا مضطر أن أقول هذه الكلمة، يعني أنتم تعارضون في كل شيء، يعني نحن سألنا التوحيد والإصلاح، سألنا العدالة والتنمية، الكل يؤمن بأن الصحراء مغربية، لا جدال حول مغربية الصحراء، الحلول هذه يختلف حولها، ولكن مغربية الصحراء هذه أمر يعني حتى هذا المبدأ لا تتفقون معهم فيه. لا يا أخي، احنا ضد تجزئة العالم العربي، وليس فقط تجزئة أقطار، نحن من الناحية المبدئية نحن ضد التجزئة، ولكن ينبغي، يعني الصحراء مغربية، ولكن ينبغي حتى نسمي الأمور بمسمياتها، ولكن ينبغي أن نتساءل، دعني أتكلم، ينبغي أن نتساءل من تسبب في هذه الأشياء، من صنع هذا الميف. الآن أنا أتساءل، من الذي يغري الآن، اللي يغري الإخوة مثلا في الصحراء لكي يطالبوا بالوحدة، من الذي يغريه لكي يعني يكون نفس المصير الذي يلاقيه جل المغاربة من المعاناة ومن الظلم ومن التعسف ومن الملاحقات ومن غير هذه الأشياء؟ لأنهم لو رأوا، يعني تصور معي، لو كان هناك نظام ديمقراطي وفي في في تعددية وفي وفي مساهمة وفي كل الأشياء، ما كانت تطرح، وحتى لو طرحت لكانت هناك تيارات معينة. الآن في كندا في تيار معين كان يريد أن يستقل، ولكن هناك الناس في كيبيك أنهم رفضوا الاستقلال، لأنهم يرون أن مصلحتهم أنهم في أن يبقوا ضمن الدولة، لأنهم يرون هذه المصالح. نحن الآن حتى عندما يرى الذي يسكن في الصحراء، عندما يرى الواقع الأليم والمحن والفقر والمعاناة الذي يعيش، يقول أين أنا ذاهب؟ ربما ولكن اسمح لي هنا، النظام حتى لو كان ربما أشر نظام في المنطقة، هذا لا يبرر أنه كل شخص لا يعجبه النظام يستقل بالمنطقة الذي هو فيها. إذن المغرب ستنقسم إلى 20 كل حزب بمنطقة، هذا لا يبرر لا للصحراوي، هذا بمنطقة على الأقل بعض المغاربة، لا يبيح لك إذا كنت تختلف مع النظام أن تستقل بجزء من الأرض. أنت تعارض مثل بقية الأطراف وتحاول تحسين النظام أو تغييره، يعني هم يعملون مثلكم لتغيير النظام بشكل أو بآخر. دعني ربما أقول ربما جزئي وربما أصرح بها لأول مرة، ربما بعيد خروجنا من الاعتقال، جاءني أحد الإخوة من الصحراء وأراد أن يلتحق يعني بالجماعة، نعم، وقلت له أنت تعرف يعني الوضع كيف هو، وبأنه إذا ثبت إذا ضبط بأنك بالجماعة تعرف أن المصير يعني، فرجع متأسفا، وبعد أيام قال التحق خرج من البلد والتحق بالبوليساريو. تصور معي أنه لو كان المجال مفتوح منذ ذلك اليوم لكي أن الجماعة تتحرك وتشتغل بكامل الحرية، ستكون هناك معارضة ولكن لا يكون هناك انفصال. فإذا لما يطلب إلي الآن يطلب إلي أن أتحدث في موضوع أنا لا يد لي فيه، فإذا هم يتحملون المسؤولية الكاملة الآن، هذه مسؤوليتهم، وإذا أرادوا حل القضية هناك حل، ولكن لا يسعون إلى الحل من بابه الصحيح. ربما لو كان هناك تغيير حقيقي وجذري في بلدنا لا كان التغيير تلقائيا لسبب بسيط. العالم الآن هو يتجمع الآن في أوروبا وفي غيرها، الأقطار تقترب من بعضها بعض، لا يتصور الآن أن تكون هناك كيانات صغيرة مجزأة ويمكن أن تستقيم في عالم الآن الذي نعيشه. هناك اختلافات وهناك قضايا ستمحي تلقائيا لو تغيرت الأوضاع. فنحن لا نريد أن نبدأ من حيث ينبغي أن نبدأ، والبداية الصحيحة هي كان المبدأ أن نبدأ من البيت من الداخل، وبالتالي كانت القضية ستزول تلقائيا وبكل تلقائية. وصدقني وقد قال لي هذه الأشياء، لا أصرح بالأسماء، حتى بعض المسؤولين الصحراويين قالوا لي هذه الأشياء، بحيث لو كان هناك تغيير صحيح وجدي
وكان هناك يعني في المغرب لربما كانت القضية قد يعني قد حلت بشكل سلس ودون يعني حتى دون هذه الوحى الذي نعيش فيه الآن. نعم، حتى أغلق هذا القوس أستاذ عبد الواحد، يعني أنتم لا ترون في الحل الذي يطرحه النظام المغربي حلا معقولا في الصحراء، حكم ذاتي وإليه وتحت السيادة المغربية؟ لا، هو هل هذا يعني فيه ضيم للصحراويين أم ماذا؟ أم أنه طبيعة النظام التي تعتمد وفق رؤيتكم للإقصاء والتهميش وديكور ديمقراطي مفرغ من محتوى، هذا الذي يحرض الناس على المطالبة بالاستقلال؟ هذا برأيك؟ هذه هي الرؤية. أعتقد بأن أي مقاربة ينبغي أن تكون متكاملة، وبالتالي يمكن أن نطمح إلى حل حقيقي. ما لم تتم هذه المقاربة بشكل كامل، ما أتصور، لا بد أن تكون هناك أطراف لها مصلحة معينة في إطارة القلائل وفي إطارة النزاعات. في يعني جماعتكم، أنت قلت أنها جماعة شعبية وجماهيرية جدا، العدل والإحسان، نعم، هل لديكم أعضاء كثر من الصحراء أم ولا عضو؟ والله هذا سؤال صعب جدا، لأنه أنت تعرف أنه ليس كل شيء يمكن أن تصرح به، لأن في صعوبات قد يجدها بعد الناس. لماذا؟ يعني ما هي المشكلة؟ المشكلة في النظام، هو الذي يلاحق بعد الناس إن ثبت أنهم قد يلاحقهم وقد يعني يكونون موضوع ملاحقة أو محاكمة أو لست أدري. فلذلك في تخوف لدى بعض الناس من هذه الأشياء. يعني ربما أيضا موضوع سبت وتمليلة موضوع منسي في الفترة على الأقل الحالية، كما يقول النظام المغربي أنه لن يطالب بها الآن وربما يطالب بها في المستقبل. يعني كيف تفهمون أولا هذا التبرير المغربي الرسمي، وما هي رؤيتكم لسبت وتمليلة؟ هل ترونها أراضي مغربية محتلة، أراضي ليست مغربية، أراضي محتلة يفترض أن تعود الآن؟ يعني متى ستعود وكيف؟ يا أخي الأخ صالح، أنت أراكم تعالي كثير من المشاكل. نحن الآن لم نتوصل لحل المشكلات البسيطة، فكيف ربما نتشوف لحل المشكلات؟ تراها صعبة إلى هذا الحد التمليلة. معلوم هذه مشكلة أيضا معقدة، ولكن أستطيع أن أقول بأنه يمكن أيضا أن يتم حلها في المستقبل. أعطيني فكرة على الأقل رؤوس أقلام كيف؟ من وجهة نظركم، نحن نتحدث دائما على عدل والإحسان، بطبيعة الحال هذه يعني كحركة إسلامية يفترض عندكم على الأقل أشباه حلول لمشاكل المغرب. لو تصلون غدا إلى السلطة ستطرح عليكم المشاكل ولن تجدوا حلا، الآن يجب أن توجد الحل. لا، هذه حلول لديكم على الأقل نظريا. لو تصلون إلى السلطة هذا على كل حال هذا الاحتمال فهو صعب جدا، لأن نحن لا نتشوف لنا على كل حال لنا ليست لنا يعني لا نتصرع يعني ليس هذا هو المأمول، لأن الحكم هو ليس نزهة إنما هي مسؤولية. ولكن قلت أيضا هذه أيضا من الملفات المطروحة علينا، ولا بد أعتقد بأنه إذا كانت هناك إرادة سياسية وإذا كان هناك نظام سياسي فكل قضايا يمكن أن تجد لها الحل. أستاذ عبد الواحد المتوكل، نخرج قليلا من المغرب، يعني فيما تبقى من الوقت ربما دقيقة أو دقيقتان، نظرة سريعة على العالم العربي والإسلامي، ربما محطتان رئيسيتان، المغرب أو العراق عفوا وفلسطين. الواقع العراقي، الواقع الفلسطيني بعد ما جرى بين فتح وحماس، كيف تراه؟ نبدأ بفلسطين لو سمحت. والله هذا الجرح الذي لم يندمج للأسف الشديد، فهذه كأن هذه صورة مصغرة يعني تبرز المحنة التي تعيش هذه الأمة. للأسف الشديد أنه كثير من الشعارات التي تحدثوا عنه بعض الناس، وهذا للأسف الشديد، يتحدثون عن الديمقراطية وتحدثوا عن احترام إرادة الشعب، فلما تمت هذه التجربة رأينا أن كيف منذ البدء كانت كل المحاولات أنها جادة من أجل إفشال هذه التجربة لترى يعني الفرق ما بين الشعار وبين الممارسة للأسف الشديد. هذه مشكلة مزمنة، ولا سيما أن تدخل كثير من الأطراف لو تركوهم لوحدهم ربما لكان ممكن أن يجدوا حلا، لكن كون أنها منفتحة على أطراف متعددة والكل يسعى ربما لتحقيق مآربه من خلال أطراف معينة، ربما هذا الذي هو الذي يعقد الوضع. العراق إلى أين؟ إلى رحمة الله. أيضا هذا واقع يعني هذه أيضا محنة أخرى
يعني ترى يعني أفهم من كلمة إلى رحمة الله يعني أن العراق كدولة موحدة ربما انتهى إلى الأبد، هذا ما تراه يعني؟ لا لا يمكن، لأن هناك من يتحدث فعلا أن العراق الآن لن يعود دولة موحدة كما كان في التسعينات، ربما قبل ما أن تفرض ربما خطوط العرض في الشمال والجنوب. يعني هو هذا الواقع أيضا ينطبق، ما قلته عن عن عن, عن فلسطين ربما ينطبق بشكل أوضح حتى في العراق أيضا. أصبح المجال منفتحا لتدخل الأجنبي لأطراف معينة للعبة بالقضية، ولكن أعتقد بأنه هذه المحنة ليست المرة الأولى التي تجتازها الأمة. يعني نحن لدينا تاريخ ولدينا حضارة متفائل يعني. ومتفائل، يمكن هذه أعتقد بأن هذه رجة ستخرج الأمة من هذا السبات الذي كانت تغط فيه لأمد بعيد لكي تعانق المستقبل إن شاء الله. السيد عبد الواحد المتوكل الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس الإرشاد، شكرا جزيلا لك على هذا الحضور. أشكرك سيدي جزيل الشكر. كما أشكركم مشاهدين على المتابعة، وحتى نلتقي في موعد آخر من هذا البرنامج، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.